بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالتعبير الكتابي، طبعا كتابة يومية القسم الخامس ابتدائي، المرجع طبعا المرشدي في اللغة العربية. إذا الموضوع عندنا وأكتب يومياتي، أحكي فيها عن يوم أو أيام عشت فيها حدثا أو تجربة. نعم، أخطط وأستعد لكتابة يومية، أحدد من خلال فقرة جانبه ما يأتي. سنحدد التاريخ ثم المناسبة أو الحدث، ثم نسرد أحداث وقائع ووقائع، وكذلك أخيرا طبعا انطباعاتي وأحاسيسي حول الحدث. نعم، واش ذاك اليوم كان فرح وسرور، سعادة، ابتهاج أو حزن؟ نعم، إذا سأقرأ طبعا هذه اليومية. الأحد 19 يوليوز 2020. نعم، اليوم يوم السعادة والفرح، سأسافر مع عائلتي لزيارة عمتي في نواحي العرائش. إنه يوم جميل بالنسبة إلي، رغم أني أحسست بدوخان أثناء السفر. في بيت عمتي التقيت بابنتها عائشة، إنها صديقتي العزيزة. لعبنا معا كثيرا وصعدنا أعلى شجرة الخوخ. في الظهر أخذنا زوج عمتي إلى شاطئ البحر، أكلنا سمك السردين المشوي وسبحنا في ماء البحر البارد وصنعنا قصورا من الرمال. إنه يوم لا ينسى، رغم أني أحسست بشيء من الحزن عندما عدت إلى البيت في المساء، طبعا ليلة. إذا حاول تقرأ اليومية أكثر من مرة. التاريخ، نعم التاريخ هو الأحد 19 يوليوز. نعم هو الأحد، نعم 19 يوليوز، نعم هو التاريخ. المناسبة أو الحدث، المناسبة أو الحدث، نعم المناسبة هو زيارة عمتي في نواحي العرائش، زيارة عمتي في نواحي العرائش. نعم الآن سنسرد أحداث. نعم أحداث، التقيت، نعم الأولى التقيت بعائشة، لعبنا، نعم لعبنا، صعدنا، لعبنا طبعا كثيرا، صعدنا أعلى الشجرة. نعم أخذنا زوج عمتي إلى الشاطئ. نعم أكلنا سمك السردين، سبحنا في ماء البحر، صنعنا قصورا من الرمال. هذه الأحداث التي طبعا وقعت. نعم زيدوا شوية لهنا، جيد. ثم انطباعي وأحاسيسي حول الحدث. إنه يوم لا ينسى، طبعا هاي أحسست بشيء من الحزن عندما عدت إلى البيت، أحسست بشيء من الحزن عندما عدت إلى البيت. إنه يوم لا ينسى، فطبعا يوم جميل، أحسست بشيء من الحزن عندما عدت إلى البيت. نعم الآن أنجز محاولة، نحل الورقة، أنجز محاولة. هي قالوا لنا أكتب يومية بحسب التصميم الذي تدربت عليه. إذا لا نحدد التاريخ، متى وقع الحدث، أو متى كانت المناسبة، اليوم، ولا مثلا في العام الماضي. المكان، أين كان الحدث، أين المكان، طبعا مدينة أم قرية أم جبل. أين صادفت المناسبة، واش في البيت، في زيارة عائلية، سفر، مدرسة. المناسبة أو الحدث، ماذا حدث، عيش تجربة، صادفت شخصا، حضرت مناسبة، احتفال، زيارة. ونسرد أحداث والوقائع، كيف عشت الحدث، التجربة، المناسبة، مع من، ماذا فعلت. وأخيرا انطباعاتي وأحاسيسي، بماذا أشعر، ما إحساسي، ماذا أريد أن نبلغه بمن لم يعش التجربة. نشوف محاولة قمنا بها، طبعا بعدها سنراجع المحاولة لكتابة يومية أخرى. شوفوا هذه المحاولة، هذه الآن سأمدكم بها. نعم هي سنرى هي محاولة قمنا بها السبت 8 مارس 2022.
اليوم يوم الفرح والسرور، سأذهب رفقة أبي وأمي لزيارة خالتي في مدينة طنجة. إنه يوم رائع بالنسبة إلي. في بيت خالتي التقيت بابنها نزار، إنه صديقي الغالي. لعبنا معا كثيرا وجلسنا نتحدث عن مشاركتنا في مسابقة التحدي القرائي العربي. نعم، في الظهر ذهبنا رفقة أبي وزوج خالتي إلى شاطئ البحر. تناولنا سمك السردين المشوي أو التونة، وسبحنا في ماء البحر. نعم، وصنعنا قصورا وحيوانات من الرمال، أي شكلنا حيوانات من الرمال. إنه يوم لا ينسى. ولما عدت إلى المنزل بدأت أفكر فيه ولما عدت إلى المنزل بدأت أفكر فيه فهو حاول تقرأه. طبعا هذا نموذج، نعم، ديال المحاولة الأولى. نعم، ها هو. بعدها طبعا سأمدكم بمحاولة تلامذتي. ها إنجازات بعض التلاميذ. نعم، هنا مهم. قصة واقعية كما قالت، الأحد 11 فبراير 2022. اليوم يوم السعادة والفرحة، سأسافر مع خالتي ممكن أخطأ إملائية، لزيارة أمي في نواحي القنيطرة. إن رغم أني أحسست بدوخان أثناء السفر طبعا، ففي بيت أمي التقيت بابنة خالتي ملاك، إنها صديقتي العزيزة. لعبنا بألعابها. نعم، ثم وأكلنا في الظهر. نعم، بعد فصيلة أحد أمي إلى دني أخذتنا أمي إلى شاطئ البحر، وأكلنا محمصة الفشار وبعدها المثلجات، وركبنا في سفينة بيضاء وانطلقت بنا كالسهم. هناك أخطاء إملائية. إنه يوم لا ينسى. رغم أني أحسست بشيء غريب عندما عدت إلى البيت في المساء. نعم، هذا طبعا نموذج أحد التلاميذ، الأحد 21 مارس 2021. قصة يقول حقيقية، اليوم هو يوم الفرح والسرور لأنني سوف أسافر مع أمي وأختي وابن خالتي. لم يكن أبي طبعا سوف يذهب معنا إلى الشاطئ طبعا مدينة مولاي وسلام لأنه كان يعمل، ولهذا ذهبنا إلى الشاطئ. شعرنا بالجوع فأكلنا الدجاج المشوي وسبحنا قليلا في البحر، وبعد لحظات فقدنا أختي ليلى. فبحثنا طبعا في كل مكان فوجدناها تبكي كثيرا لأنها خافت وهي وحدها. فعدنا إلى المنزل وجلسنا نتذكر الأحداث التي وقعت، لكني حزنت بعض الشيء لافتقاد تلك الذكريات. نعم، هذه طبعا تلميذ آخر. نعم، هنا ستبقى الأحد مهم نونبير 2021. سنذهب في عطلة الصيف إلى مدينة طنجة، ولعبت مع ابن عمتي بالدراجة وكان يوم جميل بالنسبة إلي. وفي الظهر اصطحبنا زوج عمتي إلى الشاطئ وأكلنا سمكة التونة، وبعدها ذهبنا لنسبح فسبحنا في الماء البارد وبنينا قلعة رملية رائعة. حين كنت عائدا شعرت بالحزن، ولكن كان يوما لا ينسى أبدا.